فيلفيرجيو دوت هقولك 10 حيل مطبخية هتسهل عليكي حياتك وهتوفرلك كتير. واول حيلة معانا، بس قبل ما ابدأ معاكم ما تنسوش كده تصلوا على النبي كده في التعليقات ولايك والشير ونبتدي. عندك كده بواقي عنب في التلاجة وولادك زهقوا منه ومش عايزين ياكلوه، هقولك طريقة حلوة قوي هيحبوه بيها وهتعجبهم الطريقة دي قوي. ده سكر عليه معلقة نسكافيه، هتجيبي خلة سنين وتحطي فيها عنباية وتحطيها في السكر بالشكل دوت، وهتعملي الكمية اللي انت عايزاها. والله العظيم الحيلة ديت جميلة جدا وطعمه روعة، جربيها وادعيلي. حتى لو ولادك ما بيحبوش العنب اساسا صدقيني هيحبوه بالطريقة ديت. انا كده خلصت الكمية اللي انا عايزاها وهروح احطها في الفريزر لمدة ساعتين. وكده بعد ما عدى الساعتين او لغايه لما يجمد معاكي، شايفين الشكل عامل ازاي والطعم؟ والله العظيم خيال، جميل جدا جدا جدا. وزي ما قلتلك عيالك هيحبوه بالشكل دوت. يلا لو عجبتك اول فكره واول حيله ما تنسيش تحطيلي عليها اللايك، وندخل في الحيله اللي بعدها. جبتي كميه فلفل، والفلفل دبل معاكي في التلاجة كده وخايفه لا يبوظ منك. بسيطه خالص، هقولك تعملي ايه. هتجيبي الفلفل وتروحي تغسليه كويس جدا، وبعد كده يتحط في مصفى لغايه ما يتصفى خالص وينشف منك. وبعد كده هنجيب الفلفل ونقطعه تقطيعات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. وتحطيه في علبه وتحطيه في الفريزر، صدقيني كده هيقعد معاكي من السنه للسنه مش هيجراله حاجه وهيبقى سهل الاستعمال معاكي. ودي كميه انا عاملاها وحطاها في الفريزر، شايفين خضره زي ما هو ازاي. ودي للناس اللي بتحب تجيب كميات وتفرزها. برضو جبتي ليمون وعايزه تفرزيه وتخليه شهرين في التلاجة، هقولك احلى طريقه. هتجيبي ورق الفويل زي كده وتقطعيه على قد الليمونه، وبعد كده هتجيبي ورقة وتلفي فيها الليمونة تغلفيها كلها بالشكل دوت لغاية ما تخلصي الكمية اللي انت عايزة تشيليها او الكمية اللي انت جايباها. وانا جربت كل الطرق لتفريز الليمون، اذا كان في جرايد ولا مناديل ولا اكياس، بس دي طلعت احلى طريقة اللي بتحافظ على الليمون مدة اطول في التلاجة. جربيها وهتدعيلي. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لي لايك على الفكره ديت، وشيري الفيديو بالمره عشان يوصل للحبايب وحبايب الحبايب. وندخل بقى على الفكره اللي بعد كده. احنا طول عمرنا بنقسم الليمونه كده، لكن احب اقولك يا صديقاتي ان الطريقه دي طلعت غلط واتارينا بنهدر من الليمون كتير جدا يا خراشي. يعني انا كنت بقطع الليمونه غلط، الطريقه بقى الصح يا ست الكل انتي تقطعي الليمونه بالطول بالشكل ده 4/4 زي ما بتقطعي البرتقانه بالظبط. وكده هتبقى سهله معاكي في العصر، حتى هتعصري من غير عصاره وهتنزل ميه كتير ومش هتهدري من الليمون حاجه خالص. جربيها برضو وقوليلي ايه رايك في الكومنتات. ومن ليمونه واحده طلعنا كميه العصير دي. نيجي بقى للفكره القمر دي. احنا كلنا عندنا الكوبايات ديت، الكوبايات دي قديمه يعني وما بنستعملهاش ومركونه، فانا عملتلك منها تحفه فنيه. هتجيبي الشليمو وهنقص على قد الكوبايه بالشكل دوت. وبعد كده هتجيبي الدبل فيس وتلفيه حوالين الكوبايه بالشكل ده. يعني انا حطيت من فوق وتحت الكوبايه، وبعد كده رصيت الشلمو بتاعي بالشكل دوت. بس اهم حاجه تناسق الالوان، يعني انا عندي 3 الوان حطيتهم ورا بعض زي كده، وقررت برضو عشان يبقى الالوان كده متناسقه وشكلها حلو. بقت معايا بالشكل ده. هساوي برضو كده من فوق وتحت بالمقص عشان تبقى متساويه على قد الكوبايه بالظبط. وانا عملتها شكلين في شكل واحد. عملت الشكل دوت اللي هو السبعات زي دوت شايفين الجمال، والشكل التاني عملته كده، ومعايا شريط ستان ابيض هلفه حوالين الكوبايه بالشكل دوت. انا لزقته بالشمع، لكن انت لو حابه تنفذي الفكره بتاعتي ديت لو عندك دبل فيس ما يضرش. وفي ورده كده ستان حطيتها كده، وهعمل في الكوبايه من تحت بنفس شريط الستان. هتبقى معايا بالشكل دوت شايفين الجمال، ومعايا زرعه زي كده هاخد منها فروع صغيره واحطها في الشليمو على راس الكوبايه بالشكل دوت. وكده خلصت معايا شايفين الجمال. بقى هحط فيها شمعه زي كده، وبقت احلى ديكور معايا في المطبخ. ايه رايكم بقى؟ شايفين شكلها مبهج وجميل ازاي؟ وعايزه اقول لكم ان الكوبايه ديت بقالها اكتر من 10 سنين، كل ما احطها في مطرح اشيلها واحطها في المطرح التاني، واخر ما زهقت بقى قلت لها لا تعالي بقى لما اعمل منك فكره استفاد بيكي بدل ما انت مركونه كده. يلا استاهل عليها كام لايك. لو عجبتكم بقى الفكره والحيله ديت ما تنسوش تحطولي عليها لايك بقى في القناه، لان اشتراكك ده بيسعدني ويفرحني. نيجي بقى على الفكره المنظم القمر ده. هنجيب 3 ازايز سوا بعض، وهقسمهم برضو سوا بعض بالشكل دوت. وبمكوى سخنة هساوي الطروف زي كده، وارجع نشفهم كويس جدا من الداخل. قمت مثبتاهم في بعض هما ال3 بمسدس الشمع، بس لازم مسدس الشمع يكون سخن قوي عشان يعرف يلزق البلاستيك كويس في بعضه. وكده انا ثبتت ال3 في بعض، وخدت الغطيان بتاعت الازايز وحطيتها من تحت كده كستاند. هثبتها برضو بمسدس الشمع، وهعمل اخرام حوالين الغطا بالشكل دوت. بقت معايا بالشكل ده. لو انت حابه تنفذي فكرتي ممكن تسيبيها كده، لكن انا كان معايا شريط ستان اسود فقلت ازوقها بيه. بقت معايا كده. دي بقى عملتها حامل للمعالق بتاعتي منظم. شايفين بقى الجمال والسهوله؟ وكده استفدنا بالازاز بدل ما نرميها، والمنظم جامد جدا ومتين وشكله شيك زي ما انتوا شايفين كده. ويبقى كده عملنا حيله بسيطه للمطبخ بتاعنا من الكراكيب القديمه. نيجي بقى لاخر فكره معانا، وهعمل لكم منظم من علب الاكل الجاهزه ديت. الفكره دي جميله جدا وسهله ومش هتاخد منك وقت. انا قسمت العلبه كده بالنص زي ما انتوا شفتوا، وهثبتها بالسلوتيب بالشكل ده. وبحته دبل فيس هحطها من الظهر كده، واقوم معلقاها عندي على الحيطه. بقت معايا كده. دي بقى هحط فيها الرفايع المطبخ بتاعتي. انا حطيت في واحده القطاعات، وحطيت في التانيه المقاشر اللي انا بستعملها. بقت سهله وفي متناول ايدي. وادي اخر الفيديو. لو عجبتكم بقى افكار النهارده والحيل المطبخيه ما تنسوش تعملوا لي لايك شير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله. باي باي.